مرحبا، يعطيكم العافية. اللي عايشين في شمال أمريكا في شفرات أحلاق جديدة نازلة اسمها، معلش بالعكس لأنه أنا بعمل سيلفي، هاريز. أوكي، كثير ناس بيحكوا عنها أنها كويسة، بتيجي بخمس شفرات. إجتني بالبوكس هذا، البوكس طبعا أنا فتحتها، تيجي فيه العلبة تبعت شو اسمه الشفرات، وإجا معها شيفينج جيل وافتر شيف، اوكي، واجا معها ترافل اكسسوارز، هاي بتحط فيها هاي بعد الشيفينج. بدي اعمل هلا كومباريزن بينها، وانا دائما انا قليل ما بحلق، بتعرفوا دائما عندي هاي، بينها وبين الماتش 3. شفرات بستخدمها من زمان، كويس من جلد، كنا كثير ناس بيستخدموها. فخلينا نشوف، حامل هذا بس سريعا وحورجيكم شو نص هاي اللحية حتكون من هاريز، وهاي نصها بدها تكون من هاي. يلا ضلكم معنا. طيب حلقنا بالشقة هاي بالهاريز وهاي بالجلت ماتش 3. خليني اشوف، هون في شوية شعر بس يعني حلقتها ناعمة هون. صراحة يعني اني كنت سريع في الحلاقة، هاي تنظيفها اسهل من هاي، وهاي انعم، يعني مع انه بس ثلاث شفرات بس حلاقة انعم. هاي لا بتفوز جلد على هيريز. شكرا. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.